مساء النور بكل اللي عم يتابعوني، ان شاء الله تكونوا بخير صحة جيدة. هالأوقات الصعبة الكل صار فينا محبوس بطريقة او باخرى، اما داخل البيت الشخصي تبعه او اما داخل البيت مع اهله واصدقائه، واكيد حالة التوتر عنا عليت. بامكانكم دائما تتابعوا علاجات الطاقة معي اللي بعملها لحتى نخفف من حدة التوتر والقلق، وهي الدعوة لكم لتستقبلوا وترسلوا أيضا طاقة علاج إلى كل كوكب الأرض وكل الأشخاص اللي محتاجين. لحتى نغير الجو شوي، رح نحكي اليوم عن شيء انطلب مني، وهو كيف يراني الأشخاص اللي ساكنة أنا معهم بالبيت، مش من حولي بالضرورة. أنا عملت فيديو قبل هلأ، ولكن بحدة هالأزمة اللي عم نواجهها جميعا وحالة القلق والتوتر اللي لازم نتخلص منها شوي شوي بهدوء براحة نفسية، ونبعد حتى ما نجيبه للبيت اللي عنا، ويكون عنا تفاؤل. خلينا نشوف يا ترى تصرفاتنا أو أسلوب معاملتنا مع الآخر داخل البيت، الزوج، الأولاد، الزوجة، العائلة، الأسرة، كيف أنتم بهالفترة مع هالأشخاص اللي عم تتعايشوا معهم، كيف أنتوا، كيف هن عم بشوفوكم. خلينا نشوف الاختيارات ونقي الحجر المناسب. خدوا نفس، وقفوا الفيديو، اختاروا الرقم او الحجر اللي بيعجبكم، بعدين مشوا الفيديو على الحجر او الرقم اللي بتحبوا. خلينا نشوف شو هي الاختيارات اليوم. الاختيار الاول اللي هو حجر الهيموتويد كورتز او رقم 1. الاختيار الثاني هو الأونيكس الأسود. الاختيار الثالث هو الهوني كالسايت. والاختيار الرابع اللي هو الجاسبر الأحمر. إذن الهيموتويد كورتز، أونيكس، كالسايت والجاسبر الأحمر. أو بتمشوا 1 2 3 4. فإذن السؤال كيف أنا عم كون وكيف الأشخاص اللي حوالي عم بشوفوني عم كون في ظل هذه الأزمة، وإن شاء الله من هالجواب تقدروا تستفيدوا من تغيير الوضع إلى الأفضل إذا كان في أي شيء مزعج. رقم 1، واضح انه هاي المجموعة لا تزال محافظة على رباط الجأشة، محافظة على ايجابيتها، لا تزال عم تتعامل بشكل كتير ايجابي، سعيدة، وقررت انه هذه الازمة الى فترة قصيرة وبتروح تمرق، فليش لحتى لنعقد او نزيد الامور. أنتم مصدر سعادة للأشخاص اللي حواليكم صراحة، ومصدر حب للبيت. يعني لما بيجوا الأهل يزوروكم أو بتروحوا عند الأهل في خلال هالفترة والفترات المقبلة أيضا، الناس بتحب تكون حواليكم، تعطوها منبع من الطاقة والمحبة والمعزة، علما أنه أنتم داخليا ما في شك عندكم بعض الخوف وبعض القلق، بس ما عم بتحبوا تورجوه إلى الخارج. عم تحاولوا تكونوا إيجابيين باتصالاتكم مع الناس، بكلامكم مع الناس، عم تدعوا الناس إلى التفاؤل، عم بتساعدوا الناس. البعض منكم ممكن يكون ممرضين أو دكاترة أو نرسات أو إخصائيين اجتماعيين، أو ممكن يكون أطباء علم نفس أو نفسيين، أو حتى أشخاص بالفطرة ممكن يكونوا أيضا روحانيين، أو أشخاص بالفطرة عندهم هذه الإيجابية بالتعامل مع الناس، محبة الناس، زرع المحبة، زرع الود، زرع الألفة، زرع الحب وإبعاد القلق عن الناس. جميلين من الداخل والخارج، محبوبين من كل الناس، إيجابياتكم عالية، والناس عم تلتمس إن تحكي معكم أو تلتجئ لألكم. رح تطلعوا من هالأزمة سعيدين، مسرورين، واجتماعيين أكتر، ومطلوبين أكتر على الساحة الاجتماعية. رح يتذكر كل اللي حواليكم كيف وقفتوا معهم، كيف ساعدتوهم في ظل
هذا القلق وهذه الظروف الصعبة. بالتوفيق لرقم واحد أو اللي اختاروا حجر الهيماتويد كوارتز. برافو صراحة، أنا كتير سعيدة إنه في هيك جروب، في هيك مجموعة، لأنه أحياناً بحس حالي أنا لحالي اللي عم جابه معركة الإيجابية، خصوصاً مع التعليقات الكتير السلبية اللي بتجيني أحياناً. عزيزي وعزيزتي أصحاب رقم 2 أو حجر الأنكس، كيف عم تشوفوا الأنكس؟ كيف عم تشوفوا نفسكم؟ وكيف الناس اللي حواليكم عم بيشوفوكم في خلال هذه الأزمة؟ هذه المجموعة قريبة كتير من المجموعة الأولى، ولكن بذات الوقت عندها حساسية شوي عالية وعندها خوف، وبحاجة مش بس إنه هي تدعم، بحاجة لمن يدعمها أو يكون إلى جانبها، أو بحاجة يكون عندها الشريك أو الحبيب على نفس الصفحة لدعم القوة والتفاؤل. يعني تقوى أكثر لما بيكون في عندها حبيب، شريك، أخت، صديق، صديقة، حدا داعمة، ولكن تقوى أكثر شيء في الحب، في الشراكة، في الزواج، في القوة، تستمد منه هذه القوة. أحياناً بتكونوا حاسين بالوحدة، بالملل، بالزهق، بيمضى يوم يومين، بترجعوا بتعيدوا عن جديد تجديد طاقتكم الإيجابية، تحاولوا تكونوا واعيين أكثر. فإذا هون في طلوع ونزول، مش مستقرين على نفس الخط، ممكن تكونوا ساعة سعيدين ساعة حزينين، بس بكل الأحوال التأثير عليكم أقوى من الفئة الأولى بالأشياء اللي عم بتصير حاليا. عم بتحاولوا تذكروا حالكم إنه الأمور ستتحسن، مش رح نبقى هيك على طول، مش عم تزرعوا السلبية لا، بس كمان أحياناً بتنغمسوا ببعض السلبية، حدا بيحكي لكم قصة سلبية، حدا بيحكي لكم بتصيروا تعملوا مقارنة، ترجعوا بتقووا إلى أن تعودوا إلى بعض الحزن. بدي أقول إنه الأشخاص اللي حواليكم بيشوفوكم مستقرين، ما بتعذبون، بس تشتكون من الوحدة. يعني إذا ما كان عندكم حبيب أو شريك تحسوا حالكم ضعفاء، وإذا اختلفتوا مع الحبيب والشريك في ظل هذه الأزمة الدنيا كلها بتسود أو بتتسكر. جربوا ما كتير تركزوا على هالنقطة، لأنه القوة هي من داخل الشخص، سواء في شخص تاني أو لا، والثقة بالنفس هي السبب الأول. وجربوا ما تاخدوا الأمور على الحبيب وتكبوا له كل شيء عم بتحسوا فيه، لأنه عم شوف إنه البعض منكم الحبيب أو الشريك بينسحب منه إذا كان اشتكيتوا كتير. بالتوفيق لهذه المجموعة. كيف بشوفكم لحواليكم؟ مثل ما قلت لكم، بحسوا إنه أنتوا لازم دائما يكون عندكم حدا، في شعور بالوحدة إذا ما كان في حدا بحياتكم. الهوني كالسايد أو المجموعة الثالثة، كيف أنتوا في ظل هذه الأزمة؟ كيف يراكم الجميع؟ وكيف عم تتعاملوا مع الأشخاص اللي حواليكم ومع نفسكم في ظل هذه الظروف؟ إذا كنتوا ببيتكم أو ببيت الأسرة أو العائلة، أو حتى مع الزوج والشريك والأولاد أو غيره. هذه المجموعة صراحة عواطفها باردة، باردة العواطف، ما في شعور كتير بالأشخاص اللي حواليها. الناس اللي حواليكم عم يشعروا انه انتو باردين العواطف، ما في اخد وعطا كتير، منشغلين بنفسكم بالامور اللي بتهمكم فقط، متخليين عن الباقيين. يعني ممكن تكونوا تقعدوا بغرفتكم على الهاتف او على مكتبكم او على الكمبيوتر، حدا بعيط لكم كذا مرة بينده عليكم، ممكن ما تردوا لبعد كذا مرة، ممكن الأولاد بحاجة لرعاية ما تنتبهوا لهم كتير، أو تقولوا لحدا تاني ينتبه لهم. انفصلتوا تماما قلبا وعاطفة عن الوضع الجاري، بتحسوا انه انتو أهم من الأشياء اللي عم تحدث. مع كل مظهر القوة اللي عم تعكسوه للأشخاص اللي حواليكم،
بتحسوا انه انتم ضعفاء من الداخل، ما في ثقة بالنفس، بس بذات الوقت هناك بعض من العجرفة. راح علي الشوبينج، ما عم بقدر انزل على السوق، ما في اركب السيارة، مش عم بلاقي بنزين، اتصالات مقطوعة، الكهرباء ما في. يعني في نوع من النقل المستمر، وهذا الشيء عم يتعب العائلة صراحة، لأنه العائلة اوريدي عم بتعاني بهالمعاناة اللي عم بتعيشها العائلة، منا بحاجة انه تشوف شخص بعيد عن الباقيين. شو اللي لازم تعملوه؟ لازم يكون في تقارب أكثر من العائلة، تفاهم أكثر من العائلة مع العائلة، إحساس إنه أنتوا يعني جزء من أعضاء الجسم، مش بعيدين عن هالشراكة أو هالبيت أو الأشخاص موجودين بالبيت. خففوا شوي من الأنانية، لأنه صراحة الأشخاص اللي حواليكم بحاجة لكم، بحاجة لدعمكم، بحاجة كلكم تكونوا يد واحدة داخل البيت الواحد. حتى أصدقائكم صديقاتكم أيضا بحاجة لكم، كليتنا بهالشي مع بعض. مثل ما بقولكم دايما we are all in this together، كليتنا مع بعض. رح نشوف هلأ الحجر الثالث اللي هو الجاسبر الأحمر. نشوف هذه المجموعة، هاي المجموعة صراحة قريبة للمجموعة الأولى، بس الفرق هون في نضوج بالفكر، في إحساس شو عم بصير، عم تكونوا مركز لدعم الناس، لدفع التفاؤل، للحكي المتفائل، بس بذات الوقت عندكم بعض الخوف إنه هل يا ترى فعلا هالأزمة رح تنحل؟ هل يا ترى رح ينزح القلق؟ نعم الأزمة رح تنحل، القلق رح يكون خلص، رح يخلص، ما رح يضل هيك كل العمر. فترة صعوبة وبتمرق علينا، مرق فيها اللي قبلنا، مرقنا فيها ورح يمرق فيها اللي بعدنا والأجيال، وهذا شيء طبيعي في الطبيعة والكرة الأرضية. عم شوفكن أيضا مركزين على العائلة بالمساعدة المالية، بالمساندة، بذات الوقت عم تكونوا مصدر قوة، بس انتو من جوا خايفين، يعني ما بتعدوا لحالكم بتفكروا انه في خوف، في قلق، لأمتى حيستمر هالشي، وضعي المالي، وضعي الاقتصادي، لأمتى بدي ضل انا ادعم هالمجموعة هاي، ما عم بتلاقي دعم. اوكي، فانتو عم تدعموا، عم تعطوا ايجابية، عم تعطوا محبة، عم توزعوا طاقة جيدة، بس بذات الوقت ما عم بتلاقوا الدعم اللازم من الاسرة، كأنه هني كلهم معتمدين عليكم، أنتم عمود الأسرة. عفوا، بغض النظر إذا كنتوا رجال أو نساء، المجموعة الرابعة هي عمود الأسرة، وهي اللي متحملة إما النفقات أو إدارة الأسرة أو إدارة العمل والأسرة، عم تتحمل خسارة، عم تتحمل ربح، عم تتحمل حزن، عم تتحمل سعادة، كل شيء عم تتحمله هذه المجموعة، عم بتجابه بقوة واقفة، ومنقول بالإنجليزي الباك بون، يعني عظمة الظهر القوية اللي يستند عليها الشخص. ولكن عندكم مخاوف، أهم شيء هون أنه أنتوا تتخلوا عن مخاوفكم، لأنه حتأثر عليكم صحيا. أوكي، أحيانا بتفوتوا على غرفتكم بتسكروا الباب تنهاروا وبتبكوا، أحيانا بتحسوا أنه محبوسين، ما حدا عم يقدركم. صحيح ما في تقدير، ولكن أنتم هي رسالتكم بهالفترة، والأمور ستفرج وستحل. هنيكم صراحة على هالموقف النبيل والشعور الإيجابي، بهنيكم على المساندة والمساعدة اللي عم تقدموها لكتير من الناس، وصدقوني رح تطلعوا من هالأزمة بنجاح كتير كبير، وبمركز أعلى، وبثقة بالنفس أكتر بكتير من لما دخلتوا هذه الأزمة. إن شاء الله تكون عجبتكم هالفترة فقرة، بدي اسمع تعليقاتكم. بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. اللي بحس انه بده اكتر من حجر يرجع يهدى شوي ويختار برواء وعلى مهله، اما على الرقم او على الحجر او على الاحساس، ما
بس لا تختاروا عشوائيا ولا تزعلوا من صراحة القراءة. شكرا كتير، تصبحوا على ألف خير. أنا ميا جندي.